السلام عليكم حبيباتي، كديرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم وكلكم بالف خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم لي كريب على شكل غراتان. غادي نعمرهم ومن بعد غادي ندير لهم لاصوص بيشاميل وندخلهم الفران. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وبقاو معايا باش نوريكم طريقه تاع التحضير ديالها. بالنسبه للكريب غادي نحتاجو هنا عندي نص لتر تاع الحليب، مذوب تاع جوج معالق تاع الزبده، جوج كيسان تاع الطحين، شويه د الكوزه، شويه د البزار، شويه د الملحه، وجوج بيضات. غادي نلوح كلشي في الميكسور، غادي نزيد الزبده، البزار والملحة والكوزة. غادي نديرهم بدا يتضربوا، من بعد الطحينة بدا نزيدو شوية بشوية. الخليط على هاد الشكل هذا، ما يكونش قاسح بزاف وما يكونش جاري بزاف. نخليها دابا ترتاح واحد 10 دقائق، من بعد عاد ندوز بدا نطيب فيها. وبالنسبه للطياب خواتاتي، نخليو المقله تسخن شويه. اللي شاك بلي المقله يقدر تلصق لها عليك خاب، دهنا بشويه د الزبده. انا صراحه ما دهنتهاش، المهم مشيت على الله، ولكن الحمد لله ما لصقتش ليا الكخاب. واخا يبانو ليكم بلي راه تقرمشو ولا يبسو شويه، غير ديروا شي اناء وديروا فيه شي زيف يكون رطب، قاد اللي طيبتوها ديروها وغطيوها وغادي يرجع فيهم العرق وغادي يرطابو. بالنسبه للحشوه تاع الكريب، غادي نحتاج الربع ديال الكفته، شويه الثومه، جوج بصلات كبار مشلضين رقاق، نص دمه تاع كنور البقري، شويه البزار،
شويه تاع الملحه، شويه الخرقوم، وجوج مطيشات كبار مشلطين، شويه مطيشات الحك. بداو على بركه الله في اعداد الحشوه تاع الكريب. غادي ندير شويه الزيت في المقله، نلوحو لها البصله والثومه، نخليهم يتشحروا شويه حتى تهبط ليا البصله. عاد من بعد غادي ندير زيت الكفته ومطيشه والعطريه.
ناخذ المول تاع الزاج دهنته بشويه الزبده واني كيما وريت لكم لي كريب راه رطبين وما كيتهرسوا ما والو حيت كيتطواو. غادي ندير شويه الموتزاريلا لتحت عاد نزيد شويه تاع الحشوه ونسدها على شكل مربع ونبقى غدا وانا كنسد في المول. من الاحسن المول يكون مستطيل ولا مربع باش يمشي لنا مزيان الاستفاده تكون مزيانه. خلاص كل وحده تشوف على حسب الحجم والمول ديالها والعرض ديالو. انا غادي ندير هكا ندير ثلاثة في صف واحد. المول هادي هز ليا 12 كريبا. ما تديوش عليا مع الصيام بعد مرات كنحط لاصوصيه الاولى ونحيدها عاد عاوتاني ندير الفرماج كيوقع الغلط الله الا كيتلف الواحد هاني عاد ثاني عاد زبلتها. صافي نبقى غادي هكا حتى نكمل الكميه تاع الكريب اللي عندي. انا هاد الكريب خرجوا ليا 13 بياسه شطليه وحيده عمرتها وعطيتها الاسراء اكلاتها. صافي دابا ندوزو لابيشاميل. درت جوج معالق تاع الزبده في لاكاسرول ودرت معاها شويه البزار شويه الملحه وشويه تاع الكوزه نخليهم حتى يذوبوا. غادي نضيف عليهم ثلاثه المعالق تاع الطحين وانا كنحرك بشويه تنسجم ليا الطحين مع الزبده. عاد من بعد غادي نجيب الحليب وبدا نزيد شويه بشويه الحليب ما تخافوش من البنات واخا يبان لكم الطحين تكركب ما تخافوش غير بدا تزيدوا الحليب وتحركوا راه كيتطلق من بعد في الحليب. بالنسبه للحليب درت نص سطر تاع الحليب غنبقى مستمره هكا في التحرك حتى تختار ليا لاصوص ونتلقاو من بعد. صافي ها هي لاصوص تاعي اختارت ما نخليهاش تقطع بزاف نخليها جاريه شويه باش ملي نخوي على الكريب قد ينفق منهم. نحاول نوصل لاكريم لكاع البلايص نساعد بالمعلقه تاع الخشب تنسرح لاصوص بيشاميل فوق الكراتان كولو تغطاو لنا كاع لي كريب. وبالنسبه للتزيين انا غادي نستعمل الموزاريلا لي طوماط سوريز والزعتر غنحاول ندير شويه الفرماج فوق كل كريبه باش ملي تقطع يجينا الديكور زوين يجينا الفرماج ولا طوماط في الوسط تاع الكريب. قسمت لا طوماط سوريز على جوج وغادي نصيص فوق كل كريبة. واخر لمسة غادي ندردر شوية الزعتر فوق لي طوماط. ودابا غادي ندخلو الفران ما كيحتاجش بزاف الوقت في الفران من ثلث ساعة حتى نص ساعة كاع. غادي نجعل عليه شويه العافيه من التحت ومن بعد غادي نجعل عليه العافيه من فوق باش تحمر ليا لاكريم. وهذا هو الشكل النهائي تاع الكغاطان ديالي كي
كيجي على هذا الشكل هذا كيجي شهوة منه. كنتمنى انكم تجربوه. رافقتو بهذا البسيط تاع الحوت، بيض مسلوق، الرايب، عصير، اتاي من الضروريات. اليوم واحد الدلاح، راجلي قالك والو بغا الدلاح في الفطور، الحريره مغربيه، ودرت شويه ديال صراحه هذا المسمن قديته البارح، مسمن معمر بالخضره. كنتمنى هاد لي كريب على شكل كغاتا يكونوا نالوا اعجابكم، وكنتمنى انكم تجربوهم. الله بصحتكم وراحتكم، ولا الحلقه قادمه ان شاء الله.